صباح الأمل، صباح البهجة، صباح السعادة، صباح الصحة النفسية السليمة، صباح كل حاجة حلوة، صباح الصباح واللي جاي أحسن من اللي راح. أول فقرة في برنامجنا النهاردة من برنامج سفيرة السعادة هنتكلم عن العادات والتقاليد. العادات والتقاليد النهاردة اللي معانا بنتكلم عن لو حد عنده سحر علشان يزول لازم يعدي 7 بحور. هيعدي 7 بحور؟ احنا لو عدينا البحور أصلا مش هيبقوا 7، ده معنى كده إن السحر مش هيزول خالص. يستحمى ب7 بحور، طبعا نجيب له منين عشان يستحمى ب7 بحور؟ ده كتير جدا. تاني حاجة ان المصريين اللي بيشربوا من مية النيل لازم بيرجعوا تاني، هم طبيعي ان هم لو في اي دولة وشربوا من النيل لازم يرجعوا تاني، علشان البهاريس اللي جوه المية دي استحالة تلاقيها في اي مكان تاني. كمان عندنا يخلق من الشبه 40، واحنا ماشيين في الجامعة ممكن نشوف بنت، ايه ده انا شفتك قبل كده، انا عرفت قبل كده، تمام. ففعلا فعلا لو سافرنا دولة غير الدولة ممكن نشوف حد نقول ده انت شبه حد نعرفه، ممكن نقابل حد في الطريق شبه حد نعرفه. قبل ما نكمل باقي التقاليد بتاعتنا بنرحب بضيوفنا. صباح الخير يا رحمة، ازيك؟ صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله. صباح الخير استاذ صالح، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. معانا الشيف صالح، طبعا هتقولينا على عادات وتقاليد كتير جدا في الاكل، بس بعد ما نتكلم عن العادات والتقاليد اللي موجودة معانا، رأيك ان علشان السحر يزول لازم نعدي 7 بحور؟ يعني دي طبعا يعني هي في الاصل ممكن تكون خرافه، يعني ملهاش اصل. ملهاش اصل. ملهاش اصل. وانت رايك ايه؟ انا بصراحه ما بصدقش في الحاجات دي خالص، يعني ما بصدقش ان ممكن يبقى فيه سحر او الحاجات دي، فما بصدقش اللي هو الخرافات التانيه والعادات والحاجات دي، ما بصدقش فيها. انت عارفه ان كمان من الحاجات اللي علشان السحر ما يجيش اصلا بيحطوا شبك حوالين وسط البني ادم كده وهو ماشي عشان ما يجيلوش اي حاجه وحشه؟ انت ايه رايك في الكلام ده؟ لا مش حقيقي طبعا. بس في اقاليم كتير بيحصل في كده. موجود الحاجات دي موجوده في يعني طبيعه الشعب المصري، في حاجات كتير موجوده في الشعب المصري مختلفه عن اي دوله في العالم تانية، فطبيعه الحال احنا يعني ممكن نشوف حاجات كتير ونشوف حاجات كتير يعني ممكن تكون موجوده، بس احنا في الاصل ملهاش اصل او في الاصل يعني مش موجوده. طب تعالوا نشوف راي الناس في الشارع، نشوف التقرير ده معانا ونشوف رأي الناس في التقاليد اللي معانا هيقولوا ايه. خرافات كتير في حياتنا بنسمع عنها من ناس كتير، يعني مثلا في خرافة بتقولك لما تهرش في ايدك اليمين يجيلك ضيوف، لكن بقى لما تهرش في ايدك الشمال يجيلك فلوس. وفي ناس من كتر ما بتضحك وتضحك كتير تخاف وتقول خير اللهم اجعله خير. وفي ناس علشان ما يصيبهاش السحر تحط شبكة على وسطها، وفي ناس علشان تفك السحر ده تلف وتجيب مية 7 بحور، وغيرها وغيرها كتير. في ناس بتصدق في الكلام ده وفي ناس ما بتصدقش فيه. تعالوا كده يلا معانا نشوف مين اللي بيصدق ومين اللي ما بيصدقش، ونشوف اراء الناس ايه. يلا معانا. انت خايف من الفيروس ولا ايه؟ اكيد زي كل الناس يعني. فحاطط بقى كده عامل اجراء احترازي يعني. هم اكتشفوا حالات في سيتي ستور، فقلت انا اعمل يعني اجيب ماسك علشان بس العدوى ما تنتشرش اكتر من كده. بتؤمني بالخرافات؟ مش مصرية أحيانا طبعا. السحر مذكور بالقرآن، والخرافات هذه يعني موروثة من أقاويل متداولة عبر التاريخ. بالنسبة فعلا للموروثات، يعني مثلا في عندنا مقولة بتقول لما نهرش في إيدنا اليمين بيجيلنا ضيوف. ضيوف؟ والله ولا الشمال حتى. لو عارف المعلومة دي مش هرش في إيدي اليمين عشان ما حدش يجي. لما بتهرش في إيدك الشمال بيجيلك فلوس؟ يا ريت. طب وإيدك الشمال؟ لا بستخدمها. احنا كلنا عايزين فلوس، بس هل بقى لو هرشت في ايدي انا هاكل ايديا؟ مش هاكل. لا لا دي اول مره اسمعها بصراحه. لا حصل ان انا هرشت في ايدي الشمال وجات لي فلوس. ولا اليمين ولا الشمال. ما بتؤمنش خالص؟ لا 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 حاجات. الناس الكبيره زمان جدتي ماما كده يعني هما دايما بيقعدوا يقولوا كده. بيبقوا مقتنعين بيها. طب وايدك الشمال؟ اللي هما في حد جاي من السفر او في حد جاي يزورهم كده يعني. طب والشمال؟ بيجي لك فلوس. لا هرشت كتير وما جاليش حاجه. لا في حاجه ثانيه بقى. انا ما دايما بتبقى عاوز اهرش فيها اهرش وابص كده خير ان شاء الله. وبيحصل ايه يعني؟ بلاقي خير بامر الله. بتلاقي حاجه؟ اي حاجه ممكن عينيا بترف مثلا كده. وتلاقي حاجه حصلت بعد ما يترف؟ ممكن.
ايوه، ولو هرشت في ايدك الشمال بتقبض فلوس حاجه كده. حصلت معاك؟ سلم. لا طبعا. بس الناس الكبيره دايما بيقولوها يعني. الشمال بيجي لك فلوس يعني؟ لو كده انا هكرش يعني من هنا لحد 6 الصبح يعني. انت تحس ان حد عايز تهرش في ايدك تقول لي ده انا هسلم على حد؟ لا الشمال بقى مش اليمين. 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 طب الشمال ايه؟ لو في رزق مثلا، في حاجه جايه لك، لو تقول لي مثلا ليك فلوس ومش عارف ايه، حد هيجيب لك فلوس. وطبعا ما فيش حاجه بتجيلي اصلا، وما بيضحكوا علينا حاجه زي كده يعني. هيجي لي ضيف وهقبض، دي اول حاجه بنعرفها يعني. لا تقبضي دي الشمال. لا لا صدقني في اليمين برضو. حصلت معاكي؟ لا بقى بنحسها اول الشهر عشان القبض. دي ماما مقتنعه بيها مش انا للاسف. هي كل ما بتهرش او هيجي لها فلوس تقول لنا الشمال. هي الشمال بقى هي اللي جت. لا مش فرقتها لناش بصراحه. اصل ايه علاقه ان انا هرش في ايدي فيجي لي ضيوف؟ يعني اكيد هكون عزماهم اتليست يعني، مش حاجه مفاجاه. ما هرشت، خدت 16 غرزه. هي ما حصلتش ما بتجيش فلوس، بس يعني ممكن هرش تجي فلوس. طب اقعدي هرشي ده. عارف المقوله دي؟ والله ما عندي فكره فيها، لكن هذه من موروثات المجتمعات يعني. يعني انا مش مصري، انا كويتي، لكن اسمع عندكم امثال وعندكم حاجات زي كده، معتقدات ان الواحد ما يهرش بيد اليمين يحصل كذا، وهذه متداوله في كل المجتمعات حتى عندنا بالكويت في يعني. تمام. طب ايه رايك في المقوله اللي بتقول ان اللي يشرب من ميه النيل في مصر لازم يرجع لها تاني؟ انا اول شيء شهادتي مجروحه بالموضوع ده، لان انا شربت بما فيه يعني بما فيه الكفايه. والنيل ده بتاع مصر كلنا. مين كل لازم تشرب من النيل؟ ترو من النيل، ميه النيل حلو. حصلت؟ حصل. والله على العموم الناس كلها بتحب مصر يعني، ما عدا احنا. ليه ملهاش علاقه؟ ليه ملهاش علاقه؟ لان هو اللي بيحب بلده كده كده بيرجع لها، مش شرط. لا هترجع عشان تتعالج. ميتي لا تعمل امراض فيها حاجه حلوه. انا لما بسافر بره بتجنن نفسي ارجع مصر. ليه مش عارفه؟ عشان كنت عايشه بره ورجعت هنا. انا نفسي اسافر اصلا، مش هرجع تاني. لو سافرت مش راجع تاني. لا انا سمعت اللي يشرب ميه النيل وقفه يبقى عنده قوه خارقه. يشرب ايه؟ مية النيل وهي واقفة يبقى عنده قوة خارقة. بالظبط، لانه بيجي له تلبك معه يعني. طبيعي. احنا زمان يقول لك ايه، بص مية النيل وقفت نشرب على كده. زي ما عادل امام قالها، ده مصل، احنا بنتمصل. ليه اكيد؟ ما شربتش من نيلها يعني. شربت فاكيد هبقى فيها يعني. كلهم ما بيصدقوا اصلا يخرجوا بره. هو بيتقال بس انا ما خرجتش بره، خرجوني وهاجي اقول لكم ايه اللي هيحصل. لا لا انا كان مدرس عندي في ثانوي دايما يقول اللي بيشرب ميه النيل ما بيرجع تاني. لا ما احنا كده كده قاعدين. لا حاجات كتير بنخاف وبنقول خير اللهم اجعله خير. عندكم حاجه زي كده في الكويت؟ اول شيء حتى انا سامع برنامج طبي ان الضحك كتير يولد السعاده، يولد الفرح كتير العمر وطول العمر صراحه. بخاف بقى في حاجه نص نص. يعني وخير اللهم اجعله خير يعني، يا ريت نكمل ضحك. وايه المشكله ان الناس تضحك؟ ضحك كويسه. بنقول الخير اللهم اجعله خير، بس مش بنخاف. لا ما انا بضحك كتير وبعدين بقى يعني بقول كفايه كده. دي انا مصدقه فيها، اللي هو في مصيبه جايه خلاص. بيبقى الواحد مش عارف في طبعه نكه دي اصلا يعني، فلما بيضحك بتبقى حاجه غريبه عليه. ساعات بيحصل مشاكل. دي بتحصل كتير وبعديها بيحصل مشكلة فعلا. بتحصل لما اكون مثلا مع اصحابي او كده، فبنقعد نضحك كتير. يا جماعة اسكت يا جماعة. يعني ما بتضحك لدرجة العياط، بتقلبي ناحية تانية عياط تاني خالص. يعني بسمع الناس زي ما تقول ايه خير يا رب، هو في ايه وبتاع. بقلق شوية، اللي هو اليوم داخل في بسمة كده مش طبيعية. اللهم اجعله خير بس. وكل المصريين بيقولوا كده الكلام ده، مصر بالذات ده مصريين. طيب في مقوله بتقول كده ان لو حد دخل علينا وكنت بفكر فيه واقول يا ريتني كنت افتكرت مليون جنيه. حصلت معاكي؟ بتحصل دايما دايما، وفي اشخاص كده اللي هو يا عم يا ريتني كنت جبت سيت حد تاني. يعني مليون جنيه احسن. اكيد. مثلا ابقى قاعده واللي هو اقول ده فلان قال كذا حصل كذا، الاقي معدي من جنب ايه ده، كانش حد تاني يجي اتكلم عن شخص وهذا شوي ولا دخل علينا. ايوه تمام. احنا نقول يعني عمرك طويل، هذا اللي يخش علينا احنا نتكلم فيه نقول ده عمرك طويل، يعني ده عمره حيطول يعني. بتحصل. بقول يا ريتني جبت سويت مليون جنيه. مليون جنيه احسن يعني. بكتير. بقول يا ريتني خلصت اي حاجه، يعني احسن من يعني 10 جنيه احسن من اي حد. احسن من اي حد. لا والله بقول له يا مرحب بيك، كنت بفكر فيك قوي قوي قوي. لا بيكلمني في التليفون يلا بقيه في وشي، لا هو لو بعيد قوي بيجي لي في رؤيه او حلم بشوفه فعلا. احسن بقى ولا الفلوس؟ لا الفلوس. الفلوس احسن. الفلوس احسن منه. ممكن بقى اكون بكلم مع واحد زميلي ولا حاجه ونتكلم
اقول له شايف بقى فلان ده، يقول لي اه بتاع، اقول له ليه داخل بقى علينا، اقول له يا اخي احنا لو افتكرنا شيلين كنا وما بيجوش والله ولا مليون، ولا حتى الشخص بيجي يقرفنا مثلا ويمشي. مره كنت قاعده بتكلم على حد معين ولقيته في ظهري، يا ريتني افتكرت ربع جنيه يا عم. ربع جنيه لما اكون في قاعده عائليه كده وبنقعد نتكلم على حد معين ونلاقيه داخل علينا. يا اما بنقول ابن حلال كنا لسه في سيرتك. لا هو دخلته بقد احلى من مليون جنيه. لا المليون جنيه، المليون جنيه مش مهما كانت غلبت الشخص ده، مهما كانت غلبت الشخص ده. لما تشرق واحد يضربك على ظهرك من ورا، يا بدل تنزل الصوت دي كلها عادي، بقول له ايه تخاريف انت، عادات تقاليد زمان. بشتم في اللي بيجي في سيرتي على طول. يعني في ناس فعلا يعني انت بتصدق على طول بشتم اللي بيجي في سيرتي على طول. واضح بيجيبوا في سيرتك كتير. كتير جدا. لا لا مفيش الكلام ده، وادر الفرد الشمال لو اتقلبت ولو كحيت حد يجيب في سيرتك والكلام ده، لا لا مفيش الكلام ده. لا انا ما اعرفش لو حد بيجيب في سيرتي وقتها ولا لا، بس الناس كلها حتى بتقول في ناس مشكه فيها يعني. لا انا متاكده منها. طب بجد ماشي اوكي، انا كنت شرقانه النهارده. ممكن اكون باكل ولا بشرب الاقي نفسي شرقت، اقول اللي يجيب في سيرتي يحتار حيرتي. دي حقيقه، دي بصراحه كتير قوي يقول لك اكوحي، وانا بحس ان حتى انا مع اني ما بامنش بالخرافات لكن لما بكوح بقول في حد بيجي في سيرتي فعلا. بعدها بفتره يعني بيجي لنا خبر ان هو ممكن يكون مات ولا حاجه. بموت مش بشرب كمان. او بالذات لو بالليل بقى خير الله معاك خير وجاب سيرتي يحتار حيرتي، عارفه الكلام ده. طيب لما بتشرقي يبقى حد بيجي في سيرتك؟ ماما برضو مقتنعه بالموضوع يعني. دايما يقولوا ايه ده مين بقى اللي بيجيب في سيرتنا دلوقتي، ما حد يقعد بقى يشرق ده تلاقي حد جايب في سيرتك ده مش عارف ايه. طب في مقوله بتقول كده ان انت علشان ما يسبقش السحر تجيب شبكه صيد وتحطها حوالين وسطك، ايه رايك في الكلام ده؟ لا لا مفيش الكلام ده، كله حصلت معايا والله ليله الدخله بجد. حصل ايه؟ والله العظيم ولقيت واحد جاي بيداني فعلا بيقول لي خد حطه دي في جيبك. ايه ده يعني في ناس فعلا شفت ناس بتعمل كده؟ تربيتش اتنين يكونوا مجبلين على الجواز ولا حاجة، يقول لك خليها تلبس العروسة يعني، خليها تلبس زي شبكة كده. مش عارفة ايه دخل شبكة الصيد، اجيب شبكة الصيد وحطها على وش ليه يعني؟ مش جيت السمك احطها على وش ليه؟ على وسط كمان؟ لا 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 لا. طب ولا حتى لما تحبي تفك السحر بتجيبي مية سبع بحور؟ اعرف دي. دي عارفاها؟ تعرف ايه بقى عارفة عنها؟ انا من بلطيم كفر الشيخ، فبيقعدوا يجيبوا ميه كذا ميه وحاجات كتير ويقعدوا يرشوها ولازم يعدي وحاجات كده، ما عنديش فكره عنها بس بسمع عنها. من نفس البحر يعني ولا من كذا بحر؟ لا من كذا مكان ويعدوا عليها. وعشان تفكي السحر لازم تجيبي ميه سبع بحور ونستحمى بيها. سبع بحور اساسا؟ ما سبع. لا ما انا لو معاك مش هروح السبع بحور دول، مش هيهمني اي سحر ولا الكلام ده. لا ما اقدرش اروح سبع بحور، انما اقدر اقرا قران احصن نفسي بيه. نعمه بالله. استحمى ميه سبع بحور ده كده؟ لا ده السحر اهون يعني، ده كده هغرق بقى. طب احنا لو معانا فلوس نروح السبع بحور نروح نتفسح. انا اللي سمعت عنه وسمعت انه جاب نتيجه، بس الله اعلم يعني، انك اللي حسدتك تغسل ايديها مش عارفه بميه وانت بتستحمى بميه، دي حاجه كده يعني. انا لو رحت سبع بحور كل السحر هيتفك يعني، هيتفك، هنتفسح وننبسط وكل حاجه هتبقى كويسه يعني. طيب بيخلق فعلا من شبه 40؟ انا عن نفسي في مني حوالي 35 في الورقه. 35 في الورقه الشبهي. طب فما بالك بقى الباقي مثلا. شفتي منك كتير؟ لا لسه ما شفتش. حضرتك دي انت بقى جيتي في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، انا متشبه لحد دلوقتي 153 واحد في حياتي كلها، او من فتره مثلا 5 سنين. ده في حد حاسب لي في مره مواصلات وكان فاكرني اخو واحد يعني وكده، فالموضوع شبه. لا اصدق فيه فرق. انا كان في كذا حد شبهي لما كنت في المدرسه، كان في ثلاثه، احنا ثلاثه شبه بعض جدا وكانوا بيقولوا علينا بيتلخبطوا بينا جدا. طيب يخلق من شبه 40؟ دي بنسمعها، اللي هو بقى ان كل واحد المفروض ان هو ليه 40 حد شبهه، فيقعد يقول لك انا شفت ثلاثه يبقى فاضل لي كده 37 حد بقى. و43 بني برباط بقى، منقط مخطط كل حاجه يعني. فعلا في ناس كتير قوي شبه بعضها. في انا اتفرجت على مره في مجله، انا شفت شكلي بالظبط. لا والله بجد، يا دوبك بس اختلاف الودن. انا عندي ليه الفلوكس هو عنده كادلك الودن. بهرش في ايدي اليمين هيجي لي ضيوف او هسلم على حد، بهرش في ايدي الشمال هيجي لي فلوس. بس ما تنساش يا معلم لما يجي الفلوس
تجهيصنا معاك، ايه رايك في الكلام ده؟ لا بصراحه عمري ما يعني اول مره اعرفها، يعني عمري ما سمعتها قبل كده. وعمرك ما هرشتي في ايدك؟ لا يعني حتى لو هرشت انا مش فاكره، يعني مش فاكره هرشت امتى ولا رحت مش فاكره امتى. وانت؟ لا هي حقيقي يعني الحاجات دي انا سمعت عنها كتير يعني، انما عمرها ما حصلت لك؟ لا انا ما جربتهاش بصراحه، يعني بما اننا يعني في عايشين في مجتمع ريفي وكده فالحاجات دي منتشره عندنا كتير يعني. يعني ما يمين لو هرشت بيها ما جالكش مصاب؟ كل الحاجات اللي جت في التقرير ده انا سمعت عنها. تمام. انما بس في حاجات موجوده وفي حاجات مش موجوده يعني بطبيعه الحال، يعني الخلق اللي يخلق من شبه 40 ده حاجه موجوده. ما حصلش ان انت هرشت بتاعك الشمال وجالك فلوس؟ لا 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 لا. طيب بالنسبه لميه النيل، سافرتي قبل كده بره وفعلا رجعتي كنت حابه قوي ان انت تشربي ميه النيل؟ لا والله انا نفسي اسافر بره صدقوني مش هرجع خلاص. مش هشرب من مش هشرب ميه النيل خلاص. وانت؟ لا طبعا مصر. مصر انت حابه يعني تلف تلف وترجع يعني بميه النيل؟ يعني انا اتعرض عليا موضوع السفر ده كتير جدا بس انا ما حبيتش ان انا اسافر. حابب ميه النيل بكل الحاجات الرائعه اللي فيها. هي فعلا مصر برغم اي مساوئ بنعانيها بس هي فعلا فيها حاجه حلوه وبنلف نلف ولازم نرجع لها. اكيد طبعا اكيد. معلش معلش شرقانه. فعلا فعلا كل ما اشرق مامتي تقول لي يا رب اللي جاي في سيرتك يحتار حيرتك. ايه رايك؟ لا مش للدرجات دي يعني، مش لازم، انا مش محور كون كل الناس بتجيب في سيرتي عشان اشرق يعني. لا هي صعبه بصراحه شويه يعني، او سمعتها كتير قوي بس ما صدفتش ان انت شرقت كتير كده وقالوا لك اكيد حد جاي في سيرتك. هي صدفت بس انا لا مش يعني مش مصدقه ان حد ممكن يجيب في سيرتي يعني، اصلا ما عملتش حاجه مهمه قوي ان حد يجيب في سيرتي فتعب يعني. شرقت كتير؟ اه. بما انك طبعا شيف بتعمل اكل فلازم تكون شرقت كتير. وقالوا لك حد جاب سيرتك؟ يعني مره مسكتني يعني، دي حصلت معايا حقيقي مره يعني مره واحده. ف قال لي في مكالمه في الوقت ده ان احنا كنا بنقول عليك كذا وكذا وكذا واللي حصل كذا، ف يعني دي حصلت حقيقي معايا، حصلت حقيقي. تمام. طيب احنا واحنا قاعدين كده ممكن اقعد افكر، فعلا انا عندي بقى كل ما بفكر في واحده صاحبتي جدا جدا وحبيبتي بقول لها صباح الفل يا مي، فعلا الاقي الموبايل بيرن وهي اقول يا ريتني افتكرت مليون جنيه. فعلا ده بيحصل لي كتير جدا، كل ما افكر في حد هوب الاقيه قدامي، ويا ريت للاسف ما بفكرش في فلوس خالص في الوقت ده، بس ده طبعا مش صح خالص. انت ايه رايك؟ انا رايي بصي، هو انا يعني ليا في اليوجا والحاجات اللي هي ليها علاقه بالروح والمخ والحاجات دي، فانا عارفه ان لما بتفكري في حد زي في حاجه زي مسج او في هاله كده حوالين الانسان، بيبتدوا الارواح مع نفسها كده او المخ او زي سيجنالز تبعت لبعضها فتخش، او تبقي انت حاسه بانها جايه عليكي فتفكري فيها. او انت رايك؟ بطبيعه الحال يعني حته التقاء الارواح يعني، انا خريج فلسفه يعني عامه. تمام. التقاء الارواح ده شيء مهم جدا. ده حاجه موجوده يعني، يعني لو يعني تفسيرها بالمعنى البلدي بتاعنا ان ربنا سبحانه وتعالى كان مجمع الارواح قبل ما يخلق الدنيا حقيقي كلها. احنا لما بنقول يخلق من الشبه 40 مش بس في الشكل، في الارواح، وده اهم حاجه حقيقي. فلما حصل ان ربنا جمع الارواح دي كلها وصل بينا الحال ان مثلا ممكن تقابلي شخص معين لاول مره في حياتك تشوفيه، ممكن تقولي انا حاسه ان انا مثلا مستريح لك او ان انا شفتك قبل كده او كذا يعني، ده حقيقي. وممكن شخص يكون كويس جدا وتقول انا مش عارف مش بحبك في الله في الله كده يعني، فدي حقيقي موجوده يعني، دي حقيقي موجوده. طيب صادف حد فيكو ان فعلا او شفته في اقاليم او سافرته في اي مكان جوه مصر وفعلا علشان حد ما يصابش بالسحر او علشان ما يحصلوش اي حاجه بيربطوا شبكه على وسطه؟ بتحصل عندنا. ازاي؟ انت منين؟ انا من البحيره. تمام. بيحصل ايه عندكم بقى؟ قولي. بيحصل نفس الكلام ده يعني، بيربطوا بس شبكة مش دي بس، ده في حاجات كتير يعني، حجاب بقى وشبكه ونعمل لك تحصينه واعمل لك مش عارف ايه. بيربطوا الشبكه على الوسط وبيلبس لبسه عادي خالص ده لمده كام يوم بقى؟ هو لمدة اللي هي الاسبوع بتاع الفرح. اسبوع الفرح بس علشان ما يصيبوش اي اذى. وخاصه يوم الدخله ده بالذات. ده طب انت بتامن بده؟ انا بصراحه ما جربتوش. تمام. ما حصلكش دوت وما عملتش ده؟ لا انا ما عملتوش بصراحه. تمام. وانتي؟ لا انا ما صادفتوش بصراحه، وما شفتش اي حد اصلا. بس قابلتني حاجات كتير تانية زي مثلا اللي هي محسوده اعمل لها عروسه،
لو ما نمتيش بالليل يبقى في حد تاني، يبقى انت في حلم حد تاني وحد بيفكر فيكي. يعني لو بيبي محسود او حاجة بتعملي قهوة لكل اللي انت شاكة انهم حسدوكي، وتاخدي القهوة دي تقريبا تحطيها عليه او تمسحي بيها. طب ده بيأثر عليكي بالسلب او بالإجابة ولا بتفكري فيه اصلا؟ لا ما بفكرش فيه قوي يعني، لا ما بفكرش فيه. طيب احنا لو حد محسود لازم يجيب مية سبع بحور ومصاب مصاب بسحر او حد عامل له عمل لازم يستحمى بميه السبع بحور، ده هنجيبها منين؟ مستحيل. احنا لو عدينا البحور كلها مش هيبقوا سبعه يعني. التقرير ان يعني انا يعني مثلا لو معايا فلوس ان انا اروح اجيب السبع بحور او الف على السبع بحور فاسافر بقى وانبسط وهيص وكده. بس هو عامه السحر يعني عامه يعني هو حله بسيط، هو جدا مذكور. يعني مذكور في القران وهو حله بسيط خالص، الذكر والقران والتحصين يعني والصلاه بتمنع فعلا اي حاجه وحشه. ده دايما بنقوله وبنوجهه لاولادنا، يا جماعه هي الاذكار والصلاه وايماننا بربنا، بعيدين كل البعد عن الخرافات. الحسد مذكور بس صلاتنا قراننا اذكارنا هتحصننا وهتحمينا وتحمي ولادنا. ده اللي احنا جايين نقوله لولادنا عشان يتعلموه، مش نقول لهم حطوا شبك على وسطكم وحد حسدك فخافي ولو بتكحي. لا يا حبيبتي بتكحي روحي هاتي دواء كحة من الصيدلية. مش عشان انت شرقانة مش عشان حد جاب سيرتك خالص، يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. فعلا انت او انت مش محور حياة الكون، كل الناس سايبة خالص كل حاجة وبس جايبين في سيرتكم، الكلام ده مش صح خالص. ايه تاني من التقاليد اللي انت شفتيها قدام الناس كتير حواليك؟ هي العروسه، لا بشوفها كتير قوي يعني، اي حد يتكلم من عين طنط فتاكات ومن عين طنط مش عارف مين ومن عين نفسك وكده. فدي لما شفتها. بتتكلمي عن حد وبتجيبي سيرته بتلاقيه فعلا قدامك؟ احيانا بتحصل كتير يعني. كتير ناس من العيله ولا بره العيله؟ لا الناس كلها يعني. ممكن افكر في حد وتلاقيه قدامك. احضري ايتها الروح على بالظبط. حصلت لك ده قبل كده؟ حصل اكيد. حصل كتير. كان بتحصل بصفه يوميه كمان، يعني ان مثلا منتظر حد معين فجاه يكون داخل علينا. سبحان الله احنا كنا لسه بنتكلم لسه جايبين في لسه مثلا، او ممكن اكون لسه بفكر فيك حاليا ولا ايه. يا ريتني افتكرت ربع جنيه مخروم. لا 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 طبعا هو وجوده اهم من فلوس. لا مش كل الناس. مش كل الناس خالص طبعا، مش اهم فلوس كل حاجه. لا الفلوس بتروح وتيجي بس هي الناس. طب تيجي قبل ما تيجي. ايوه تيجي ساعه الاول وبعدين نشوف. ربنا اللي بيرزق كله. والضيف بيروح ويجي برضه على في حد ذاته يعني، ربنا مقسم لك رزق فانت بترضى بيه بس، فانت بترضى برزقك فخلاص الحمد لله على كل حاجه. ماشي رضا بالرزق وكل حاجه، بس لو خيروك تاخد فلوس مليون جنيه مثلا ولا تشوف الشخص ده؟ طب ما اخد المليون جنيه واروح اشوفه بعدها، مش هتفرق. مش عايزه اشوفه. انا عايزه اشوفه. اخد المليون جنيه بس مش عايزه اشوفه. طبعا احنا بنقول مش هنؤمن باي حاجه طبعا غير ربنا سبحانه وتعالى، ونركز على عاداتنا وتقاليدنا السليمه والصحيحه. مش اي حد يقول لنا اي حاجه نصدقه، احنا بنقول الكلام وبنسمعه من اجدادنا وبنسمعه من امهاتنا وبنكمل وبنقعد نقوله لاولادنا. لا لا ريت يعدي الاول على فلتر، نفلتر يعدي على دماغنا قبل ما نقول الكلمه لابننا او بنتنا. لازم جدا نبقى فاهمين بنقول لهم ايه، مش علشان احنا شفنا كذا يبقى خلاص يوم الجمعه حلو ان احنا نحط بخور ونبخ الشقه تمام، بس بقى مش لازم نعمل العروسه وبص ده طنط فلانه اللي في الدور الاول بنت اللذينه اهي خلاص هي الشبه اهو. مبسوطه في اول فقره معاكم. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني نكمل باقي فقراتنا. فقره شاركني اغرب العادات الزواج اللي موجوده في كل دول العالم. اول دوله معانا هي اندونيسيا. اندونيسيا والفرح مقام، يوم الفرح كده يجيبوا طبق كده مليان ميه والعروسه تحط رجل جوزها فيه علشان يضمنوا ان هي طول عمرها هتبقى في خدمته. دي حاجه من الحاجات. كمان مهما زاد وزنها ومهما طالت المسافه ابوها بيشيلها على كتفها ويوديها بيت جوزها.
تابوت، كانه بالظبط شايل تابوت وراح القبر. يعني هي كده كده مسيرها، سواء سواء في بيتها اللي هو بيت الزوجيه خلاص هو اتقفل عليها شكرا يعني، او يعني فعلا فعلا احنا ما بنشيلش حد على كتفينا ده غير لا قدر الله خلاص هم فعلا راحوا القبر. هي مش راحه بقى برجليها، هي راحه على كتف ابوها هو اللي موديها بايديها. ايه رايك في الكلام ده كده يا بابا؟ بتسلمني بتسلمني اهالي بتسلم علي وش جدا يعني قوي يعني انا اول مره اعرفها. ايه اغرب العادات في الدول اللي انت عارفه؟ انا عرفت يعني في تركيا عشان المسلسلات اللي بنتفرج عليها وكده بياخدوا الحنه في ايدهم يعني قبل الفرح على طول ليلتها، يعني بياخدوا حنه في ايدهم ويفضلوا قافلينها ورابطين عليها زي كيس بلاستيك كده لحد ما ايديهم كلها يعني العريس والعروسه بيفضلوا عشان يحنوا ايديهم كلها يعني. ايه اغرب العادات اللي انت قول لي؟ انا اغرب حاجه شفتها اللي هي في افريقيا، في دول معينه في افريقيا ان العريس مثلا قبل الجواز يعني لما تروح يتقدم للعروسه وكده فلازم يتجلد بطريقه معينه وشكل معين. يا عيني يا ابني على اللي بيحصل ده. واذا استحمل الكلام ده خلاص ماشي تمام يوافقوا بيه، ما استحملش خلاص يعني. في افريقيا شويه قريبه من الهند، افريقيا بيجلدوه عشان قوه التحمل. في الهند بيعملوا كده، بيمسكوا كذا راجل ويقعدوا يضربوهم على دماغهم على دماغهم على دماغهم، وفين يوجعك؟ اكيد هو طبعا يقول انا اللي جبت ده كله لنفسي، ليه يا بابا بتعمل كل ده عشان تتجوز؟ انا لو منك اتراجع بسرعه جدا يعني. اكتر حد بيستحمل هو اكتر واحد، هو ده اللي هيفوز بالعروسه القمر اللي هيتجوزها مشعر طويل اللي حاطه حاجه الحسنه هنا حمرا كده، هو ده اللي هيفوز. كمان الناس المتقدمين للجواز طبعا بيتهافتوا، بيخلوا كل واحد يعمل ايه بقى؟ بيقطع ديل فار ويجيبوا 25 ديل فار علشان ما يهددش محصول الرز. متخيله 25 فار؟ 25 ديل فار. الكلام ده في الهند. الكلام ده في الهند. ده في معبد الفيران في الهند. عشان بيخافوا لا يهددوا محصول بيخافوا يهددوا المحصول الرز. ف تمام. ده هو اللي بيحصل كمان ان الهند نفسها في معبد يعني دي حق يعني ان هم جايبين فيه الفيران وحاطينه فيه وبيعبدوا الفيران نفسها، فدي حاجه غريبه برضك. الفيران ويقطعوا ديولها؟ لا دي حاجه تانية يعني، انت عارف اختلاف الثقافات بقى في الهند يعني شامله حاجات كتير جدا، فدي يعني المجتمع الهند عامه غريب. تمام. غريب جدا في اكلاته في كل حاجه يعني. اوكي معانا كمان في الاسكيمو، الاسكيمو بيجيبوا البنوته لو ريحتها حلوه الله انا هتجوزها، لو ريحتها وحشه بيبعد عنها جدا وبيقرر انه ما بيتجوزهاش. وكمان في عاده وحشه جدا طبعا 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 الحمد لله على نعمه الاسلام، هم بيبدلوا ازواجهم مع بعض، تبادل الازواج اللي احنا سمعنا عنه من فتره والناس اتحبست وحاجات كده. كمان بيهدي مراته لصديقه اللي ما اتجوزش علشان ده كده بيقول له ان انا بحبك، يعني دليل الحب الكبير لي. طبعا انا متخيله ان بعد الحلقه دي كل شباب مصر هلاقيهم سافروا لسكيم. ايه رايك في الكلام ده؟ لا هي صعبه قوي، وانا عشان بحب صاحبتي يديها جوزي لا طبعا. طب وهي طيب؟ طب فكر. لا ما العكس على فكره. والعكس لا هم الدنيا لطيفه قوي. متصالحين قوي يعني. وعادي يعني، لا اوبن مايند ده قوي عندهم. ايه رايك في الكلام؟ لا 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 ده بعيد عن ديننا وتقاليدنا وعاداتنا. حتى هو لما ظهر في الفترة الأخيرة في مصر يعني الناس نبذت الموضوع نفسه، حتى يعني كان حتى لو ندخل على السوشيال ميديا ونشوف هنلاقي فيه تعليقات بقى إن ده حاجة مرفوضة، يعني حاجة مرفوضة في المجتمع المصري. من ضمن العادات اللي بجد شدتني قوي فعلا فعلا هم ينبوع نكد ما كنتش متخيلة عنهم كده خالص، الصين. الصين أول ما بيعرفوا ميعاد تحديد الفرح بساعة واحدة البنت الجميلة كده تقعد ساعة كاملة تعيط. طب ليه يا حبيبتي؟ مش ناقصة خالص، عارفة بلاش تتجوزي وتنكدي علينا. يا ريتها بقى بتقعد تعيط في اوضتها لوحدها وخلاص. لا بيجيب مامتها وقرايبها واصحابها وجيرانها ويقعدوا ما شاء الله نكد جماعي، اللي هو احنا في مصر بنقول بنقعد ننوح يعني مش طالبه، ده انا لو ما اجراهم في عزا مش هيعملوا كده خالص. يقعدوا يعيطوا وبيغنوا اغنيه اسمها اغنيه النكد بتاعت الجواز. حبيبتي بتتجوزي ليه بالظبط؟ يعني ليه بتعذبينا كده؟ في هو في ايه؟
انا فاكره كنت في اعدادي كده وكان مسلسل يومي بتفرج عليه بتاع اوشين، كل الشعب المصري بيقول اوشين خليها طين على كل المشاهدين، كان قمه البؤس والكآبه حقيقي يعني. طب ليه ليه يعني ليه تتجوزي تعملي فينا كده يعني؟ ده ايه رايك في الكلام ده؟ يعني هي حاجه غريبه، اول مره اسمع عنها بصراحه، اول مره اسمع الموضوع ده. يعني اذا كان يعني مش عاوزه تتجوز خلاص يعني. يعني ايه اغرب العادات تاني اللي انتوا شايفينها؟ هو انا ما شفتش اغرب من مصر بصراحه. ليه بقى؟ انا ما شفتش اغرب من مصر اللي يودوا العروسه لحد بيتها ولازم زفه ومش عارف مين اللي يمشي وراها 25 عربيه والطبل والفاير ووركس والمسدسات ومش عارف. لا ايه ده، في ايه يا جماعه؟ خلاص اتجوزوا، في ما كل الناس بتتجوز، انتوا بتهولوا الموضوع كده ليه؟ لا ولازم يوقفوا الشارع. ولازم نقف موتوسيكلات. لو واحده والده عايزه تروح تولد مش مهم، في العربيه ده فرح وانا هتجوز كل يوم. بنصور فيديو. طب وسعوا الشارع، طب ادوا يعني حد تعبان الاسعاف تمشي. لا لا مفيش الكلام ده عندنا. بس الحقيقه هو مش عندنا بس، هو فلسطين والعراق ومصر نفس العادات اللي بتحصل في الثلاث دول. ان هو الست كده ماما الجميله كده ماري منيب، مساء الخير يا طنط، خدي حبيبتي البندقه دي، بيخبطوا على الشقه، ولو العروسه عجبت الام ممكن الام تروح لوحدها وممكن تروح معاها اختها، لو العروسه عجبتها بيتفقوا على ميعاد العريس يشوفها، لو قال اوكي بيجمعوا كل كبار العيله، بيبداوا يتكلموا عن السكن وعن المهر وعن الجواز وبيسدوا الشيء وزفه فظيعه. ايه رايك؟ ما هو ده اللي بنسميه هنا صالونات. أيوة. اللي هو ماما وماما يتجمعوا يعني كده مع. أيوة. بعض ويرتبوها. لا انا ما بحبش الكلام ده خالص حقيقه. انا ضد التقاليد اللي هو فعلا يوقفوا الشارع. افرحوا واتبسطوا وهيصوا، سيبوا مكان لاي حد محتاج مساعده انه يعدي في الشارع انه يعدي، انه عربيه اسعاف لا قدر الله حد تعبان تمشي، ادوا مساحه. حد فعلا واحده وارد ان هي محتاجه تولد يبقى في مساحه في الشارع، مش عشان هو انا هفرح النهارده خلاص باقي الشعب يموت. وبعدين يا حبيبتي انت راحه لقطرك يعني ما تفرحيش قوي كده. تفرحيش قوي كده شويه وراجعه تاني لماما ما تقلقيش يعني. ايه رايك في الكلام ده؟ والله إيه عندكم في البلد ايه اللي بيحصل؟ لا بيحصل كتير. ايه بقى بتعملوا ايه؟ كتير جدا نفس الكلام اللي انت بتقول عليه وفي زياده شويه. يعني الموضوع بياخد اوفر شويه خاصه عندنا في الارياف. يعني الموضوع بقى فظيع. بس في الاول وفي الاخر يعني هي في عادات كويسه جدا في موضوع الفرح وفي عادات منبوذه يعني ما ينفعش ان هي تتعمل. بس طبيعه الحال احنا كشعب احنا بنحب نزيد. دي حقيقه بنحب نزيد جدا. من الاخر يعني ده اختصارا للموضوع. ايه اغرب العادات اللي موجوده في مصر؟ انا ما اعرفش يعني دي ناس يعني هي فعلا صحيه ولا لا، بس اول ما البنت بتولد اللي هو تولدي تاخدي بعدها فرخه على طول، البيبي ينزل تحطي. أيوة فرخه على طول. ده حقيقي يقول لك عشان نحط فرخه مكان البيبي. ليه؟ عشان ما خلاص ده انا مسدات خلصت منه. ليه يا فرخه؟ وحفدانا وخسانا. على فكره هم اهالينا اللي بيبوظونا، بيبوظوا فعلا جسمنا جدا بعد الولاده. ولا طول فتره الحمل. لا كلي يا ماما كلي علشان تتغذي، بتاكلي اثنين مش بتاكلي حد واحد يعني. حتى لو متابعه مع دكتور. يعني انا شفت ناس بتبقى متابعه مع دكتور علشان الاكل، اللي هو برده مش عايز تحافظ على جسمها وكده. لا كلي، لا اشربي مش عارف ايه يا ماما خلاص، لا مش عارف ايه اللبن والبيض ومش عارف ايه، واخر الشهر اشربي مش عارف قرفه واعملي مش عارف ايه. لا يا جماعه هي ماما انت دكتوره؟ انت عرفتي اخيرا دكتوره طب نفسي مؤخرا يعني. اغرب عادات الاكل اللي انت تعرفها ايه في مصر؟ في مصر او بره مصر؟ هو عامه في مصر احنا يعني ما عندناش موضوع السيستم في الاكل. تمام. احنا ممكن الصبح نفطر مش عارف ايه، نتغدى ايه، نتعشى ايه. وخاصه عندنا مثلا بردك يعني الموضوع ده منتشر. يعني مثلا كمحافظه البحيره مثلا انا منها، موضوع الرز ده يعني احنا ممكن نفطر رز نتغدى رز. لا والله ده انتوا شبه الصينيين يعني. شويه يعني عشان الارض مساحه الارض كبيره ولا عشان ما شاء الله محصول الرز. انا هبعت لكم بتوع الهند يقطعوا يقطعوا ديل الفيران عشان وسايبوا الفيران عليكم. ده مثال يعني. انت ممكن انتوا فعلا ممكن تفطر رز وتتغدى رز وتعشى رز؟ احيانا محشي كمان الصبح. الله، انا جاي عندكم. انا بعد الحلقه دي لازم اجي عندكم. ده بالنسبه لمصر يعني عامه مفيش سيستم في نظام الاكل عامه. تمام. في الاغرب بقى اللي انا بشوفه مثلا في العالم واللي موجود حاليا يعني
الموضوع ده انا اعرفه من فتره اللي هو موجود في الصين، يعني اعرفه بطبيعه ان انا موجود في الاكل وكده، فاعرف ان الموضوع بتاع الفران والتعابين والقصص دي كلها موجوده في الصين وبتتاكل وكده. فدي حاجه غريبه جدا يعني، ظهرت مؤخرا على السوشيال ميديا وكده، فالناس ابتدت تشوفها بتتعرف عليها. بياكلوا جراد، بياكلوا ضفادع، وبياكلوا اسماك، بياكلوا كل حاجه، كل حاجه حيه، كل حاجه بتتحرك، هم بيقطعوها كده وهي بتتحرك. كل حاجه بتتحرك على الارض بتتاكل عن في الصين، يعني في المجتمع الصيني عامه. فدي اغرب حاجه يعني. كذلك بقى في الهند مثلا منتشرين بالعطاره او العطاره الهنديه والتوابل، التوابل يعني مركزين في موضوع التوابل في الاكل، ورز بالخلطة، ده حاجات يعني اللي هي والزيوت ممكن اشوفها ان هي غريبه شويه. الشطه يعني انا الحقيقه ليا زمايلي كتير سافروا الصين، يعني يقول لك احنا من اول ما بنخش الهند احنا شامين بقى الريحه، يعني التوابل والزيوت هم ريحتهم كمان حتى هنا مميزه، يعني مميزه قوي بسبب التوابل اللي بياكلوها والشطه والحاجات. وما شاء الله ما فيهمش حد الحقيقه شعره وحش يعني ولا شعره طويل، الزيوت اللي عندهم او الخلطات اللي عندهم حلوه جدا يعني. بس فانا شايف ان دي يعني اغرب حاجات، العطاره الهنديه والاكل، عادات الاكل في الصين دي اكتر حاجه. طيب اكتر حاجه بما انك بنوته، اكتر حاجه واحدث التقاليع اللي موجوده في افراح البنات ايه؟ في الافراح دلوقتي اللي بتعملها على البحر، الله دي حلوه قوي، والفوتو ستيشن بتاعها بيبقى تحفه، بيبقى تحفه. غير الفوتو ستيشن كده نهار، ومش مضطره بقى تلبسي فستان كبير قوي علشان اللي هو فرحك بقى، لا عادي فستان سامبل قوي ومعزومه كده، وفي انبساط، في روح حلوه كده على البحر. كمان البحر بيجيب بوزيتيف انرجي، فتحس انك يعني مبسوطه، تحسيها كده منوره سواء في جناين او سواء على البحر. انا معاكي جدا، البحر والسماء والخضره والوجه الحسن. كنت مبسوطه قوي بوجودكم النهارده، شرفنا بيكي جدا والله. بجد ميرسي، ونورتوني النهارده في الحلقه بتاعتنا. طبعا بجد بختم كلامي وبقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. فعلا فعلا ديننا الاسلامي مكرم المراه ومعظمها ومعلي من شانها جدا، ان لازم الزوج واهله يجوا يخبطوا على الباب ويطلبوا ايديها بكل ود وبكل حب وبكل احترام. شفنا عادات كتير جدا من بلاد كتير، الحلقه الجايه هيبقى معايا عادات وتقاليد من بلاد تانيه اغرب واصعب من اللي احنا سمعناه. كمان نسيت اقول لكم على حاجه، ان في قبائل في الهند العروسه بتروح زحفه لجوزها على ايديها ورجليها، وهو بيبارك بالجواز ده وبيلبسها خاتم في صباحها. طبعا الكلام ده علشان تحمدوا ربنا ان احنا في مصر. شكرا، ومبسوطه اني كنت معاكم النهارده، برنامجكم سفرة السعاده، ارحب سفر.